حنايا دابا قمنا بواحد المبادره ديال الافطار الصائم، ان شاء الله تدوم طيله شهر رمضان، اللي كنقدروا نوفروا 300 وجبه يوميا افطار الصائم. الناس اللي كيستافدوا معنا هما ديك الناس اللي بقاو حاصلين من هاد الدائره ديال كوفيد، ما قدروا لا يسافروا لا والو، كينعسوا في الاماكن العموميه، كنقوموا بالاعطاء ديالهم ديال الوجبه الافطار يوميا. و كيستافدوا معنا رجال الامن طبعا، وديك لي سيكوريتي ديال مستشفى محمد الخامس، والجناح ديال البيدياتري. كاين بعض الناس تما اللي من ضواحي ديال مدينه طنجه ما عندهمش شكون يوفر لهم افطار، كنهضروا على الاطفال اللي كيكونوا معاهم الام ديالهم ولا الاب ديالهم. حاولنا واحد السيد تما كيقول لنا العدد اللي كيكون يوميا، وكنسردوا لهم الفطور ديالهم حتى عندهم، وبفضل الله تما بفضل المحسنين ان شاء الله نكملوا طيله شهر رمضان على هذه الوتيره هذه، ولما لا نوصلوا 400 افطار ولا 500 ان شاء الله. السلام عليكم، معكم مبالي سميحه، طباخه في جمعيه باقي الخير. اليوم نهار السادس في رمضان، الحمد لله بفضله تتم النعم. دابا نهار السادس وحنا الحمد لله كنفطروا 300 صائم، ونقدروا ان شاء الله بفضل ديركم وفضل الله سبحانه وتعالى والمحسنين وصلوا حتى ل 400 ان شاء الله. فكما كتشوفوا الحمد لله كل نهار عندنا وجبه رئيسيه. فاليوم الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا سباكيتي بالكفته ولاصوص. نتمنى الناس اللي بدون مأوى يقبلوا عليا ويدعوا معنا، ونترجى كمان المحسنين انهم يزيدوا في العطاء ديالهم ان شاء الله باش نكملوا رمضان ان شاء الله. وعلاش لا ان شاء الله من رمضان كذلك نعملوا القفه ان شاء الله. حاليا كيف ما كتشوفوا كنظموا فطور رمضان اللي بدينا بواحد الطاقه استيعابيه ديال 200 وجبه في اليوم الاول، وفي اليوم الرابع انطلقنا بواحد الوتيره ديال 300 وجبه في النهار. الهدف كنحاولوا نحددوا واحد السقف اللي خصنا نديباسيوه، فمن هنا 30 رمضان ان شاء الله بحول الله ديال 10000 وجبه. هاد الوجبه هذه اللي كتفرق على الناس اللي ما عندهمش مأوى في مدينه طنجه. الاطر الطبيه اللي كتخدم ليل نهار باش تعاون هاد الناس اللي واقفين في ازمه كوفيد.